الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعين كل حجرني وحيابها ويسد بريا قارهان مسائش كصاب صنايد شكيها وعشاقي مصنفك رحمه الله تعالى قفك ويسلان اسكه بي كشكيي انت أدب دين ويسيستي إن الحكومة يو إنه بلا ويسيح ويو وحيسكور يمي يقين وبال يشك دي لبدا سيسكور يمي أدان يقين تالغو شقيا ويحي حكم كين له بي شكي ماشا كمصارك حديث مسألة علمي دود الإشدان وانو الشاقناي وانا قاعدة كميدة قواعدة هوين فقيقة اليقين لا يزول بالشك عكس جيدنا وحويه ويسقب ويسكه بي وكشكي ويساسين يتشبطي وحي ويساسين يتشبيني وكرعي ويسقب كي ويسكه بي ما الله حكومة يا شك غانا ولا طورة يا وحبال قصوى قادمة يا فإن تيقنه ما بوري هدي لبدا بو يقين صدو لبدو حدث كي هي طهري كي لبدو بين كد عين بو يقين صدي او ويسيسي هي ويستشب لبدا با حصول كود يدعستو دو يقين صدي وشكا وكشك يا في السابق كوريا منهما حال لبدو دو كمدياي ويسيسي كوريا مسوي ستشبك اي ففي تفصيل تفصيل باكوتشرا مسألة دم وهي كم تمسايشا الإمام النووي رحمه الله تعالى تصحيحي سو يترجيحي سو اسخلافي سيدا هل كان وكوشا غي مصنف كوى سيدا منهاج كوى كل غي النووي رحمه الله تعالى مجموعة روضة طالبين ايو سيدا هل كان قران سيكا دوام بمسألة دو دغي مسألة ورطة صورة دو حوية ويساتشب إيا ويسيسي لبادو با إنا كرد عين بو يقين صدي وتصالحان مركي قرح دو صواب حدي كدب ويسيستي ويساتشبين لكن وحكشكي لبادا كيبا هوري ويسيسي غا هوري ويساتشب كادن بي مسا ويساتشب كا هوري ويسيسي كادن بي لماذا كتابة الشيخنية كتب كلابة الإمام النووي رحمه الله تعالى وحو تصحيحي أولين فربضان وكم إذا أصحاب الشافعي على المحققين نووي كتغين إنو حكم كيهي ويسلعان حبا التفصيل بان لقلين هين وحي كور ريين وحبا ليه هين لماذا وكشي كيم حاكسيه الريين وحبا ديب لغون وغرين مركب الله حكومة يوم إنه بلا ويسي وأيو دواقف طهارتي إلى شرتي إلى أن شرين كشك سن ومتردد كوا طهارو مركال لقى تردد سي ولقى شك سي هنا لقومته كان كراه طهاران يقين هنا مشكوك فيها هاي من لقى شك سي هاي قول كلابات إنه ويوا تفصيل كوهال كان كل شيء جاي وحر فإن تيقنهما دو يقين صدو طهري حدث كي لبدبا وتصالحان بعد طلوع الشمس أما بعد طلوع الفجر أي لبدا سيبا كدعين وشك وكشك في السابق كوري منهما حال لبدا دو كمدي هاي ما طهري قاه الرئي حدث كادن بي حدث كاه الرئي طهري قادن بي وفيه تفصيل كالقادس با كترته هالحكم لما الصيني فإن لم يعرف الدان وقرنين ما كان قبلهما وبمعنى وحال إيجيا لبدا كودي وريه وكشكيم حاكسي وريه لبدو دبا حدان وقرنين وحي كوريه لبدو دبا مطوري با كوريه بس حدث لزمه الوضوء وين ويسيستم وهي لأنه تيقن الحدث
إنه ويستشبي ويقينسن يهي ويستشبو كدعي وشك في الطهر بعده ويستشب كالدبدي إنه ويستيستيلو كشكسي ولهذا طهر وكشكسي ومشكوك فيه كما تكنكره طهارة متيقنة الله بانا ماشي حاصل معها والطهارة دي سوى مشكوكة فيها ومن اللي كشكسي أو عرفوا ما اللي بدأ كوري وقرنيا وكان وحا كوري طهرا بوها أو عرفوا ما اللي بدأ كوري وقرنيا وكان وحا كاللي بدأ كوري طهرا بوها ويسقبك أي ويسجبك كوده الري وكشكي مركي وراد راع سمي اللي بدأ دبا طهري بكوري وكانت عادته عادة السنة وحي هاي تجديد الوضوء ويسدين عصبه ريسيه لزمه الوضوء ويسيس بقى لازم يكون غنيا يعني لبدا الصورة بقى الصورة ده هراء وقال لبدا ده ويحي كور ريين وقروا هاي عدد السنة يعيد إنه ويسيد عصبه نيسي إيه الصورة ده لبدا ده لبدا ده ويحي كور ريين وطهرها عدد السنة يعيد إنه ويسيد عصبه نيسي لبدا بقى لزمه الوضوء يعني يحكم عليه بالحدث حكم بأنه محدث وحلو حكم يا مدوي ستشب سنينه فلزمه الوضوء مر هذه السالة حكمين محال لازم يكون غارسة ويسيس برقى الصورة ظهروا وحي اللي بيو ذكور ريا دوك قروهي تعليل كيدا وين الشيقني صورة اللي بعضوا وحي كور ريا وقرطي وطهري بوها عدد السنة وحايدين ويسيد عصبه ريسي يدنا وحال حكومة يدين ويسيد شبسي وايو لأنه تيقن الحدث إن ويسيد شبي ويقين سيهي وشك تأخر الطهارة عنه طهارة إن حدث كاكدن بيسيني وكشكي والأصل نوع عدمه أصل كنوع حدث كاو يقين سيهي إن أنا طهارة كدن إلا طهارة قاد شدوى فعل والأصل في الأفعال نوى العدم فعاشنا وحاصلوا إلى ندعين وإن لم يكن هدانا هين عادته عادته سوء التجديد ويسع عصبون يسين أو كان أموح وهذا ما قبلهما حدث كي طهرق أو كشكي وحكوري حدث أموه هذا فهو يسقوا الآن إمك متطهر ومطهار قبوي صابت وامحي وحو يقين صدي طهري حدث كيهوري كدن بيب ويقين صدي والله بدو دو محاكو ريي حدث صما حدث كدن بديئن وطهري كدعي ويقين صدي صما طهري قائن حدث كدن بيمنا وكشكي وركا طهري حدث كاهوري كدن بي يقين طاها وكشقينيه مدام وطهري يقين صدي حدث كاهوري لبضن ما انت وكشكي سي كوري كدن بي طهري قانين حدث كدن بي مي وكشكي طهري قاو يقين صدي ايا الله حكم ايا وطيقنا طهرا عن الحدث الأول وحي يقين صدي حدث كاهر اللي بوده بكوري إنه كدها رقات وشك في تأخر الحدث الثاني عن طهري حدث كان لبعض إنه طهري جيسا كدن بيهي إيه إنه كوري إنه كان كشكي والأصل هو بقاء طهري طهري جيسا هريوه بي حدث ككوبات كدن بيهي إنه باقي هاي بأصلا والله يرتفع بشكل حدث حدث كان لبعض وكشكي سيهي ماشى كصاري مايا هل كان نوحو كقال ليا ما يحرم على المحدث وحارانكا قفكا أنوي سقبين وحيابها نمركا وحيابها طهارة الوشر ديو لين عدي لقاياقا وما يحرم على المحدث لين عدي لقاياقا وما يشترط له الطهارة وحيابها طهارة الوشر ديوي ومن أحدث بول قفكا ويسجبه بلا ويساء حرمت عليه وحارانكا الصلاة بحارانكا فرل هي السنة صلاة الجنازة
صلاة دم بحرانك إجماعاً ولسكوا فقسيتها. وحنود للنبي عليه الصلاة والسلام حوري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كين صلاة دي سلها يقبل ما يوم الكويسة شبا إلا ويسي سري. عدم القبول كان هالك وحلوقت شيء ذا عدم الصحة والإجزاء. إن أنا كان صحيح إنه صلاة ده سلاني كجودي. لا يقبل الله صلاة بغير الطهور ولا صدقة من غلول. ذيك ابن عمر مسلم وري. هدي مركا سقو ويسلا أنت إلا وسن وتكدو. الصلاة دي كان صحيح ما يسوى. لكن ده آثم نقول ما يودن بابي مايل. السقو أق إنان ويسق بن. أيو أجان سجدت كذي صلاة. يكون آثما مدن بابي من قنية. ولا يكفر بذلك عند الشافعية. لكن صلاة ده وبلا ويسد أجان قلت كذي كقالوا بمايل. ويكفر بذلك عند الحنفية. دو صلاة بلا ويسو وقال قلت كذا وقال بلا الحنفيض فروع ذات بحقوق قال السيان ومرك الله هذا هو مرجئ يعني حنفية ده من بدون وكم ده دام أيمدو ديه رأي مرجئ هاي همود إن أحبق قال السيان مرجئ ده ذات كقوة تكفير كبدوي دين عبي خوارج كي مرجئ ده حاجة تكفير كي سيف طيب خوارج تكوافق سين واي حيكون صابين وحيلين لأنه استهزاء بالدين دين تبي كل شيء استهزاء والله شاقين صلاة الشروط دي داي كم تطهر طهر الله أنا قلت كن كريم كأجانب طهر الله أنا قلت كن إيه ومثلها صلاة وكلا وحى سجود التلاوة إيه والشكر إيه سجود الشكر لبدا سيجو صلاة أي لمديهين ولأن في معنى الصلاة صلاة إلا معنيين لاقتصاد الصلاة بالسجود وصلاهان سجود صلاة على الجارة مركاد يحيلين جزء الصلاة له حكم الصلاة وحي صلاة مركا قيبك حكم كصلاة أي لي ولهذا سجود التلاوة سجود الشكر يوحى شردوا تكبير طهارة استقبال القبلة ساس اللي هل العلم يقار كون مذاهب الأربعة نسل كنت تجين هل العلم يقار كون وحيدين ما شرد وماها الرماس ويجزء الشيء حكم الشيء مر له مقاته وأجزاء الصلاة القيام كمذا قراءة الفاتحة كمذا قراءة التشهد كمذا دي حكم الصلاة ماله خفك ورد من التحيد ما أخري كرتيدا ذا بلا طهارة فاتحة ما أخري كرتيدا ذا بلا طهارة لا ما ورد يخفك تكلى سجود مرول با عبادة ما نقطه وكان الأمري ملائكة النبي له هذا من السجودان وكذلك نبي الله يعقوب وكيوسف جودي أولاديس واي نبي الله يوسف وكيوسف جودي ولا الذي يودي والدك والطواف وحرم عليه وحارانك قفك بلا ويسدى الطواف وحارانك طوافك ها وحك الآن إلا أبي سجود التلاوها مركي النبي أخريي سورة النجم سبخاري كوري صحيح عيسى وسجوده وسجد معه كل من كان في المجلس تذكر مجلس كفديو دميلو للسجود من مسلم ومشرك مشرك جرد ويس كمان صح ساعتها دويسيست كان النبي يقول مو اورن سجودي لا حكم تشران وهي بلا ويسد كسجودين ولدك مسلمين تها النبي مو كل ويدين ميد ويس قبتين من سميدان ويس قبين وكل ويدين النبي عليه الصلاه والسلام طواف كره حرام بكيهي ايو يري حاله ودل الشدين حديث كون النبي عليه الصلاه والسلام يري الطواف بالبيت الصلاه روايه قال كنا مثل الصلاه صلاه دوكله الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلمن الا بخير
لكن واضح هذا الشان أفكار هذا ليا خير مو يحكي لي قاضي روايات غير كنا فاقل الكلام هذا الكيرية مركا طوافك صلاة حقو كلام مدي وحيلين لاستقبال القبلة كلام مدمع طوافك إن قبلة لا قابلة ما إن شرد ما بل إن كعبدة طوافك القولات يستا صح ما الكعبدين عبدي حكا حكتو أيها شردية كلام مدمعها قيام وفقادو يساقو فردية الصعودو ساو كود دوافده دوافكي سوان صحي وكذلك الركوع يسجود يكواسو لن ماله تمارك هادين رأم ميل باد دوافكو صلاة دا كلام مدمعها هذا الكنبي قول لغو يبون غنيا بلا معنى هذا الكنبي قنا بلا معنى لغا مريكا مارك هالكو كلام مدية وطهارة وحانا تالو وهشنا يا بي لهدين النبي عليه الصلاة والسلام عائشة مركة حيضي وكويري افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وودي دي وحويان ولا دي حدث الأكبر عن قبطه إنه كعبة كو دوافته رجع حدث الأصغر كنوا الوقي أسقاطنية قلوا إن كلان وحي لهين ما حديث كاسوح الدليل يهيبيناني ويسد الشر دواهين طوافك النبي عليه الصلاة والسلام وفي حدث الأكبر لها ونبو يريد كعبادها كود دوافن لكن ذاتي كلام مو أوران إلا أدوي سيستان كعبادها كود دوافن واي نبي قصة عليه الصلاة والسلام ويسيستي عائشة عائشة كتير رضي الله عنها كدي من الطواف كايو بلعب أفرت مذهبنا حكم كويس كوافقسي لكن حنفية وحي لي وواجب الشرط معها طهارضه ويسدو وفي الطواف واجب بيكوته وهذه أغانو قد ضوافة بلا ويسة والدنبابية لكن شرط ما هو طواف كسوان صحية انت هسي مذاهبتك لك قدوين واي وحرم عليه وحاك لو حارانك حمل المصحف في مصحفك قادستي سحارانك ولو بعلاقته مصحفك كبقى هذا ان وحي صدنا وكل احتراه في صندوقي أما يسألوا صندوقي سيكون احترابا ولو حمله وهبقى هذا بعلاقته حاله مصحف كسو غيه يعني أقل كيسياه في صندوقه أما صندوقي سيكون كسو غيه لماذا حال ذات بحامل المصحف بون غنية ومسه بحارانك إلا تابته يمسه ورقي والقضاها مصحفك إلا تابته سواء روح يسكم إذا المكتوب سواء روح يسكم إذا في تحريم المس والحمل حاجة تابشاد حاراني ميدا روح يسكم إذا المكتوب أي فيه القرآن ماشا وقرآن كقري وما بين الأسطر إيان تورد حيساس الرضا البياتك عدانك يو الحواشي با يسكم إذا وأطراف طاعة قرآن كاريريس ويحرم وحك لو حرارة حمل جلده حمل جلده جلده سين لقاده إيه وعلاقته إيه قل كيسا بمعنى لحرير سن المتصلين به بالوجه لأنه كل جزء منه قل كهدي وحتى كقعه لكن ولي إساق الله نسبينيه قال كي مصحف كوي ولي اللي يدي القوقة بني مرق غير كوت صلاة وحكم كمصحف كايولي ويحرم وحى حارانا حمل ومس خريطته كيش كالقر ده مصحف كا إلا قادو أما لطابته وصندوقي صندوقي وهو حال هو مصحف كي فيهما واللي بدو كوكو ده تشيرو وشملة حالية ده وقيد للتحريم وحاطها بشدي قادستو حاران تمركو مصحف كتشرو لكن لبدا مركان مصحف كتشرين تابشو دي قادستو دو حاران ما مركو كتشرو دي وحي شبهان تل ديجي سيبه شبهان وكذا أساس وكال وحا حارانا وكذا أساس وكال يحرم وحا حارانا مص وحمل ما
قادست هي تابشدة شيئا كتب الله قري لدراسة لغش الله قري ولو آية آية قربها نقضي وذلك كل لوحي وصدا كل مكتوب في اللوحي سكي لوحة لغو قري يو غيري ميلان لوحاين كلغو قري ويحل وحا حلال حمل المصحف مصحف كي إلا قاضو في أمتعة أي مع أمتعة سوق ألاب للصعدة ويحل وحا حلال حمل الدراهم ركا حيابا حارانتا كاقفك بلا ويسادة وحكم إذا مص المصحف مصحف كتاب شديس مصحف أرتم حاله وقت شيء ما كتب فيه القرآن بقصد التعبد أو الدراسة وحا قرآن لغو قري سمركا لغو عباديستو أما لغو دكتو لغو برتو وهذه لغو قري بقصد التبرك حكم كي مصحف كمالكاس صلانا إذا قرآن أي الله وحا لغو قري يتنا قريبا لغو دكتو بقصد التبرك با لغو قري حكم كي مصحف كمالكاس وكذلك بقصد التعود قرناس دي وكلا هي قرآن وقرأ حكم المصحف ملح محاو الدليل مسألة قرآن كوالو الدليل شدي لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نوي كتير تيو ضميركم قرآن كان لسود تشيبه ونقرية قولوا إنك ساكوفا سيرين وحكم يدا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه صحابة كلامه كوفا سيرين سعد سعد بن أبي وقاص سلماني ساس كوفا سيرين وكذلك حديث كعمرو بن حزم ورقدي رسول كوسا وقرأي كقرأيد لا يمس القرآن إلا طاهر طاهر كان الله ما ورنكره مسلم بالوقت شيدا وايو مسلم كا ان طاهر لغو اطلاقه وايمانك الاسلام لماذا ما قعد طهري لغو اطلاقه معهود ما في الشرع لو برتي ما شرع قدحيس كطاهر هي لغه جيدا من الحدث من طاهر كا وحويان ويسجب اكبر كنوه من باب الاولى هذا ما ميشا القرآن كو قرية هاي أمبا تابشدة للديدة يا مايا قيبها مصحف قرن إنها صدر رضا ودحايا حواشدة وحويان لنعيضة يدوشة يهوست عدان كوريكس ويدوا ومصحف كي أيو كميدي ومن المصحف وكذلك سوغو قل كتيرا أما كل دقيس يعني حبكوا قرين وكسر رأيه سنة الله ما تعبانية وكل جزء منه قيبها سي قيب مصحفي كم يدو كلوي بس لذا نقول وكذا يحرم مص وحمله ما كتب للدراسة ولا آية كاللوح وغيره سيدا أصحاب السيدانة كما في المنهاج وحانو كر الدين إياه وشي أرانا إياه وحي الله قري برشو صلان لوح با لوو قري قرانكي سي لوغه مرصده دي برينا وا لاغه مايديا وتشي با اوري كاسو كلا تابشدي سو ديب مال لانه لا يراد للدوام وحين ولي قرانكو سا اوو قرادو لا دونيا ما ولهذا ليس كالمصحف يعني مصحف كيو كلام ما وتشي جا سو كردينيه وتشي صحيح معتمد كاين وحويه مرهدي للدراسة لو قري وللتبرك أن لو قرن للتعود أن لو قرن ده مصحف بيان وأهانة عرف له إنه يهي كالمصحف مصحف كيو كلو لحكم يهي ويهد بين دراسة لو قري يهي تبرك لو قري يهي تعود لو قري قصدي كلا بحث سوما قصدي سوى قصدي قور مدعية و
القصد بحال الكتابة مركي لقري وحي لوغا قصديه باليغي مركا لقري ماها مردن بي مركا لقري بحال لوغا قصدي وحاك لول لإيغي قفك قري اللفتي سوحو قصدي دول لفيسة وقرر يسو حدو عيدك لو قرر يي وعيدها سيضون عمرين وقرر يي وقلت برع يينا كا قرر يي قصدي ساليغي حدو عيدك لو شقينا يو أمر كيدا وكو قرر يينا أمر كي قصدي ساليغي تفصيل كنوع عاصية هي قصدي كتيرا مصحف كي مركا ألابك لو لصعدو ألابك للاقا هذا في دوا بمعنى مع ستحفى ابن حجر وكل شيء والشرط ماها انه ألابت كل احجره وكون المطاع ظرفا له شرط ما ان ألابت ويلو كلا مصحف كوتي ان لصعد تايما شرطي كامتع جمعنا شرط ما مطاع قرى الرمل وحرا كالإبرة إربادي مصحف دو ذا قاضم حكى الله تعالى ماذا بيقول هذين قف مصحف سيدة هداد قاضو يدنا وحلال هذا بلا ويسا قف مصحف سيدة هداد قاضو لكن محا شرط يا إن وحن كلا قف كان مصحف كالسيدة أما ألابت إن دو قصدي أما إن هذا إطلاق ذي وحمل قادس مطلقه سيجارة أنا تقول قستين مصحفك سيجارة أنا ألعبت أنا تقول قستين وأنا هذا حويان قستي قوي حديه مصحفك وقستيه ألعبها الله قاضو أما وقف كيس ذي بها الله قاضي قادس تعصي ما بنانا مرهدو بلا ويسي هذا مصحفك يا ألعبت هو ذا قستيه يدون والله مت أما قفك يا مصحف كانوا سيده دو ود قصدي إذن والله مت وهاي مركن ألعبت اللو قصدي المصحف كان لو قصدي أما قفك مصحف كسيده قادس ليس لو قصدي المصحف كان لقادان لو قصدي مصحف كتابع من قرية حقي قصدي مركن لقاه حقي قادس طلبتي والله ود قاده أينا أرين تازي تعظيم كيسي وينين تيسي وحبي يلي ميسو لكن محا شرط يا وإن أنا طابن مصحفك مركو ألعب تلقى دي وإن مصحفك طابن مصحفك وإن أنا قستين كليدي أما إساق يا ألعب قست مصحفك كنت علقه وإن أنا تشري ويحل وحا حلال أبو يري مركان مصحف كي ألعبتها دو ذا قصدية لفتي ذا الرمل وحو لأيه حاران معه لكن من الحجر هي خطيب كي وحي لديه وحاران ويحل وحا حلال حمل درائم إلا قادة درائم يو الدنانير يو خاتم وحمل خاتم با حلال فرق إلا قادة يو الثوب المرأ كتب كواسو لقري عليهم ندوشو ذا قرآن القرآن لقد القري وايد مصحف ما كواس درهم كان مصحف عيد ورا ما قران باك ودول قرادي او مرضنا مصحف ما فرق الكلام مصحف معنى المصحف نمله ودي للدراسه لو قوم قرين قرانك للزينه يلي التبرك يا وحي لو قري با لاغيابا ولهذا احكامتي مصحف كمله تعظيم كي مصحف كو حق الله انا ارنت نوع عاسي هي حبيه لي ميسو ويحل وحا حلال حمل كتب حمل كتب فقه كتب فقه لقاضي وحديث كتب حديث وتفسير تاسو فيها قران قران وكيال بشرط ان يكون وحا شرط انه نقض غير القران كان قران كاهين كو قراني اكثر متكفر بدل من القران وادو قران كيري قران كبدني أما قرآنك إيه قرآنك كلا أيس ليجيهين قادستي سما بنانا
يرانتا يبدنانتا نحل كالجيجي ومحوى حروفتا حروفتا ليسوترينية ها ومرها دي حروفتي كالا القران كان هيني اي بدنيين تاسي وينينتي القران كوميلك غير عين القرمس مصحفنا لو قومك عابي مايا مرها دي هذا الكيك لو كبدني اك انو هذا الكلب بدني هي انو هذا الكلب يري هي ما جملته لو ايغيا وحرنا تفسير ابن كثير هذا الكلام كبدان قرانك مركا قفكه بلا ويسد وقادي كره مسوح لو ايغيا ميش قفكه وتاوني غانت ساي كدحايس والله كلا قاديه هدي مسيت هي ميش تاوشدو كدحايس با لي ايغيا ما قرانكا كبدان مس هذا الكلام marka safhadii kitabka tafsiirka ama ilmiga ah ee quraanka uu ku qoran yahay ba kala xukun noqonaya oo salaan safhadan quraan ba ku qoray hadalka uu ku qoray xuruuf ahaan quraanka badan ina taabata kuma banaana marka rogto safhadan kale hadalka kala xuruuftiisu badan tahay ina taabata ku banaanta mahallu almas ama mahallu wad' alyad ayaa eegiya kitabashada marka xamli tayna jumlada la eegiya kitabka guud ahaan quraanka iyo gairul quraanka keeba xuruuf ahaan badan baa leegiya jumlada taa tafsiil muhiim kaas oo inta badan aan la sheegin way tafsiir jalaleen ka kala wax yiraadaan yaziidu cala quraani bi xarfayn hadalka aan quraanka ahayn quraanka ku yaal laba xaraf buu dheeri كاد تفسير الجلالين ما قادي كرتوي معانيد معانا معانيد وقادي كرتوي صوما وحملين كرتا وطاون كرتا يا مكان وضع اليد باليجي هل كانت قاعدة صارس واي مركب مثلا ده مقصود كنا راد بكويا شيا مره دي كان قرآن كاين وبدأ يد السجع مقصود كه أدو قرآن كسو عي هذا الكلية أدو كل احجر الواس كمت لا فرق بين الأمرين ويمكن والا مكان سينا يا السبي وإلمه يرى المحدث ياها مدحدث لا أصغر أما أكبر من حمله مصحف القادسي سوى مسيه يتابشدي السبع لابد والا مكان سينا يا سيدة أصح محمرك الله مكان سينا يا حلوما كان سينا يا وللدراسة أو ما يكون وسيلة لها وإنه قاضي أما أطابته إنه قرآن كبرته أما وحو قاضي يا أما أطابنا يا وح قرآن كبرشدي سوسيلة والضوء سيدي مركو سيسع دوك لأي ودرسيدي كسيسع دوك لأي قاضي معلم كوك لأي دولة مسحف كيس وديب هو وسيلة للدراسة للتعلم المها الوجه إذا ندوا المها قرات صدي المميز لكن المها أن قرات صن لا يمكن من مس المصحف وحمله بحال وهي حرمدي سقران ما يسقو إنه حمايو ما يلحق لقانا والواقع بقية وهي صابت المها الرسول ريبة وامح الدليل باء كسور ريبية آيدي حديثك ما يا دليلك سورة بدأ والتعليل دليلك وحليه لمشقة الدوام على الطهارة الماء غير طهارة لجو إلى عليه ويسقب ويعذكت ده مصحف كنا كم مرة بما يحاج وقبع لما علاحي قرآن كل لجو قريبة حكم المصحف لا سمع ما كنت بالدراسة وكورة وشيء صعب المهمة ذوك لو حلوة مخصوص بالدراسة قرأت كلو مقادي كلو ولو وسيلة دراسة ده هو هذا بيه مركز دراسة مركز اللي يريد حماشة كبه حياء للتبرك يلي التعوذي ومقادي كلو وما اللي غرضنا آخر سو قف أمانهان وقو جايي أما قف أمانهان وقو مقنع سو قصو قاضي يا باس
ولو كتبها دو قربي ولمحدث المدوي ستشبصري أو جنوب أمام الجنابة قبا قرآنا بو قري ولم يمسه قرآن كينا متابا ولم يحمل منقاد جاء زارن كسوا بناي مركز سيلغو سوري سنكرا بحائل بو قري يدو قرآن كاو قري يو يا قعنتي ساي وحب حياة مركاو غير ماسل ولا حامل قرآن كمي تابطي ماها مت قادين ماها مركاسا وجد بقرال كاسو بنان هذا ولو خاف هذو بقى على المصحف مصحف كي وبقي هالكائن ما هي راح يعلم كل شيء قال كي وكله هل يمكن من المصحف ماي لا يمس القرآن إلا طاهر طهارة كافر كما صح مركا ده كتبت حتى لو دي بي ايه ساوسو اخريان القران يوح كلمه يكون قرين كبدن وين لاغو ها قران كدغيسغي سلو ديدي مايو والله بعد وين احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله اسك دغيستان وين تاسو لاي كون فاي كو اسلام هدو كرا قران كيبر نين غالي وارهرت اسلام مر ما انو سيدنا قران كيبر قران كي ما لو دغيا غالكا وحلين حالك سلاقي هدو كافر معاندة ونسلامنا ومركا لقى الرجينا هين لباري ماهي قرآنك وشيدحن انو برنا يا وادي عكرت هديس للرجينا يينو اسلامه ولباري يا قرآنك ولو خاف هدو بقى على المصحف مصحف كي وبقى من غرق قرقون بوغا بقى حرق اما الضب بوغا بقى او وقوع اما دعس بوغا بقى في يد كافرين قعن قالوا كدعوه قعن قال انو قلو او نجاسة بوغا بقى وميل نجاسة انو كدعوه اما نجاسة انو مرتاب بوغا بقى وجب وحا واجب اخذ قادس تيسا ايا واجب مع الحدث ويسا تشب معي الا قادو ايا واجب مع الحدث الاصغري ايا والجنابة جنابة معي ان لم يجد ح شرط يا وإن لم يجد واهدان هلن مستودعا له مذ قرآن كمركا وديبه لو ضميرك مصحف كون غنيا دو هلا مركا عد قرآن كهيسة سقوا نقاضا ما بنان لكن صي شيء مركا شرط قالها رأي التيمم قبل قبيسني وجوبا إن قدر واحد قبل قبيسي أوده ودي عيد دي بوهلاي وقت مركا وكجارسين كرا أنتو قبل قبيستو مصحف كوا حياباك قبل بعدين كرا أنا وهرسي لكن هدانو هيلين قبل قبيسي هدانو أوده عيد بوهاي أما قبل قبيسي بلا السوق ميسا دي مصحف كبا قرقوم يا أما قبل يا أما نجاسة قدعية وقاضي يدي ولا بدأ مفسدو يا كلوين مركا إن لم يتمكن من التطهر بالماء وي ويساقو محدثة مجنو بوحو قاضية هدي بيئينو كطها رقا تؤانو أودين وبيئبا ما هيو أما وقت كان كسي ما هين وحياباها سامصحف كي كل عيا هدو يسيلا ظهر تويسيسو وتاسينو الشرط واي ويحرم وحا حرانة توسده بحرارة مصحف كين لغو تيرصده يو غير وتوسد غير بحرارة مصحف ميدان هين لغو تيرصده من كتب العلم كانسو كتبت علمي كميدا يعني توسده في غير ذلك حالدها مصحف كحمان تلقبت بادين ايو وحيان هين حتى هدو وكب قائم لجحده مصحف كيم هو استمجرين كراكم وفري سكر أما أنتو جدارك يسكحك سياكم مطير سكر ده سرقة دوا مفسدة لكن إنه صار مصحف قصة ما يابا كسيح
ومصحف كاين لوغو تيرسادو اما لوغو فريستو ايا قادستي سكحن وف محدثين وقالوا لجاسم لوغو تابطاي درو حارن سدي فريسو ديغ لا تصالا الا تشخخانه وحارن عبث ديل ديل لو تشخخ كان دي لوغو غوينيو ان لا اتلافيو لا بابيو ما دام انو اخرس وهبونين ومد غوغاي ويادو غوغاي دم لكن عبث لو غوغيا بنان. وكذلك ترك رفعه من كل ما يعد اهانه وحارانا مصحف كاين لغا قادو وحكستو او قورسي لو اركي مصحف كاين وينينو ايا لا نغا دلب وما يعد شعائر الله انها من تقوى القلوب. وكذلك وحى حارانا مد الرجل نحوه المصحف كحق حقي سلقت الله فيه وحى رادان وهدان كسرين ولقت حقي سوف يساد وكسرين صار عند كبد لقت هذا الله سنين وكسرين ومصحف كثاري كذا مصحف كي لقت يسكو بيج بمايل وحديه ما الله تاس المصحف كما القوانين التعظيمية أو لوينيه كتبتك لعلم يقولون وصاص وكلام وعكلو حاران وضع غيره عليه المصحف كوحك الله دول ديقو كتاب كان وكلام أياد مصحف دول ديقس كتاب كيف أصر رأيه أما على غير كود مهو بالكود دول ديقتان مصحف كدول ديقتان كتبتك علمي قال لفت يدوائن صلى الله حرميه وصلى الله إلى عليه الله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.